مستغالي اللي راه مانا متواجدين معانا الان فنانين تاعنا الله يحفظكم الله يعطيكم من نو ان شاء الله الله يعطيكم من نو بني عمي اللي جاي نتفاجا انا خوتي باغي نقول كلمه ونضحكوا نقصني غير ليكم هيا زيد ليكم كل حاجه الطلاق وراح لي مزيان ربي ربي خلاني لا فوا صحيحه الحمد لله سلام خلصوا والله يا ابني عمي اللي جيت نهضر دروك على المرض انا ما كنتش مريض ما لقاش نتحكم في حاجه على المرض مي يقولوا في مرض نعرف القيمه تاع القيمه هذا الدروشه اي ناقص اخويا خليه هي خليه غادي نهود الميكرو ابني عمي المرض والله العظيم لا كي يبغيك ربي يتفكرك نقولوا الحمد لله للمرض كي يجي البنادم الصحابه بكري كان كي يجي عام وما يمرضوش يخافوا على رواحهم حنا دروك راه في 3 سنين 4 سنين ما يمرض 5 سنين كاين اللي 10 سنين واحد صاحب ولا 10 سنين ها راهو ورانا والله ما مرض هودي دي ذاك ما هودي يا خويا رانا خلص يا كي يمرض الواحد وتكسر في الارض وتاكلك الارض تحس حنا هذاك شتي كي نبغوا نروحوا نركبوا على واحد وتعجز والله العظيم يا كي واحد يكون مريض وتروح تركب عليه والله لا تشوف واحد الفرحه تجي فيه في خاطره تقول ما عرفتش تاه انا كي مرض الحمد لله المرض يجيبها ربي ركدت لي جهه الله لا يبلي بها مؤمن افيسي ايوا كي ركدت لي جهه تكسرت في الارض راني الحمد لله راني نوقف يا نحس روحي تخلي قنطار واحد في قنطار مجمع لي على هاد الجهه ما بقاتش نوقف يا ولي شنت كاتر ابني عمي الصلاه ما كنتش نصلي غير ها ربي ما نقول والو ما نقول اعطيني ما والو غير ربي الجنه هذا ما كاين نعاود ونتوسوس لي واحد الليل نتفرج في الليل مريض خوتي صنتوا لي هذه هضروا على رقبتي نتفرج في التيلي نتفرج في هذيك القناه تاع سان سي باش تاع السياده تاع الهوايج نتصمت ايوا الصبح داك اللي كيضرب الغزاله اه ما بغاتش كي قعدت قاعد تدوخ وانا قاعد نحوس على الصو باغي نسمع الغزاله كي راهي تدير في التيلي نزيد 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 التيلي التيلي زيدت له افو الديمو افو والصو هو مين رايح الصوم عندهم انا قاعد نقول الصو راح لي انا ثاني خلاص ابو الحي شتايل انا قلت انا غير واحد قوايم رايحين وزيد الصو راح ها صاي ما بقاش باش نصنت الاخبار وكنبغي نبغي الاخبار ايوا قعدت نتفرج وهي الصوم عندهم من بعد واحد نص ساعه كملت تفرجتها وكملت من بعد قلبت قناه فاش طحت قناه جماعه والله يا جماعه طحت في قناه تاع اقرا وتخيلوا انتم الصوم زيد طافو ثلاثه تاع الصباح وخالتي راكدين عندي خالتي تحسب سحاره معبدي امون ديريكت صالات ما كانش كهنه ديريكت الكهنه كانوا عندي يا خويا وتنطلق هذيك تاع الله اكبر شوف يا انا ما عنديش كلمه اللي توقف انا قلت ساي لافا ساي مت يا روحي تقبطني ما قدتش النهوض يا محمد ها اي اي المراه كانت هنايا تحسب اه كاين شي ناس يحسبوا بالك المراه غادي توقف معاك كي تبغي تموت اودي غير اقلع من راسك اخويا انا نقولها لك من تالي نقولها اخويا نيتش انا المراه بعدها نقزت وي هربت يا بنت الكبر روحي عاونيني قولها الحوسي في دقاقي امك اللي تجي تجري اقسم لكم بالله لا امك وزينه قفزت جات تجري غير ولدي ولدي وخالتي ولاو يتوغوا شو كاين داك ما يصلوش والو واحد وطايقت ثلاث الصباح الله انا مت انا شوفوا قطرة الدم ما بقاش فيا ولدت نصفك ايوا من بعد شوف هرجع كاين ايش واحد كون تهضر ايش واحد يوسوسك معني احنا كاع موسوسينا ما كاش ما كاش واحد نيشان نكمل خوتي على المرض جابوا لي واحد يا جماعة خيط صنتوني مليحة صنتوني جابوا لي واحد يدير لي روديكاسيون في الدار تعب لي يكسر لي كرعية ويدية أما اللي جابوا هو تكسر قدامي وجبت الماء ديال تاعه وجبت الزيت وقعد يطلي وبعدها كيش يا جماعة نمام شكون يقول أح أنا يا ولا هو نمام أنا أح تاعي عشان قوايمي شي قوايم الناس أما اللي أنا بكسر هو ولا يقول أح في بلاصتي يا خبط ضرب ويتحيش دايلس بعد نقول له فالا اقعد حتى ما تخرج ما تخرج
ما لهم كيف تعود تمشي تحصلها طول الشكايات وكلها وقايا روحوا ونودوا. واحد صاحبي والله يجمع جبل ياو تحسبوا جبل ليا جمع قدامي وقعد ياكل فيه قال لي تاكل راجل يا راجل كاين كاين هذوك اللي بغوا يسكروا فيه كاين 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 والله انا قابلني ولا يقول لي هذا مالح ما تاكلاش انت قلت له ما جبتليش حاجه ما جابلي والو قعد ياكل فيه قدامي وانا نخزر بعينيا. شوفوا كي واحد يمرض يحس باللي يحس حس حس واحد الاحساس تحس روحك سيارك مشور تبقى انا وليت نسمع اللي سالوني سمعت لهم اللي سالهم سمعوني شا غادي يقول لكم وزيد بالزياده غبني عمينا شي اللي حي اللي ردتني نهضر هكا والله ما كنت نهضر نهار الاول لساني كان راقد شي اللي هضرتني انا حاشاكم ربي واحد الدجاجات دار الدجاجات تاع ابراهما دوكا كبار وعندي ديك تاع ابراهما جاي يتمشى ويعرض بالك في وحده 8 كيلو ولا 9 كيلو وعندي وحده اخرى تاع عرب يدير 30 ميل هذاك تاع عرب يشوف مقارون ياكلها تحسب نينجا والله يطلع الفوق يقعد او ثلاثه تاع الصباح يعوش الديوك بكري كانوا يعوشوا نعرفوا يعوش غير الفجر باش الناس تصلي يا انا تديك تحسب راه مسوره خا محمد يا يعوش على الزوج على الثلاثه مشي قاطع في الريكلاج تاع اهلي الشهر الخمسة ستة سبعة خطرة التسعة خطرة العشرة تتهبلت ولا شنو هذا ديك ولا ايوا خالاتي كيسمعوني مرض والله لقيتها وعيني لقيتهم واقفين معايا نقسم لكم بالله جاو من المغنية من العين الطلبة من المنظرومة جاو يجروا ومعلم خالق هما قاعدين مازال تاع دواوير تاع دواوير شاك لي حامد ومرض شا يجيبوا لي اللي جايبة ديك كحل وجاية تجري اللي جايبة ديك صفار وجاية تجري ايوا خالي قال لهم نذبحوا نسيلوا له الدم على ربي ولي يهضر هادو غير مسلمين راهم فيه وانا نشوف غير بعيني ما قدش نهضر شا يقرب خلي الديك تاع 30 ميل وكتاب الديك دي 350 هاو غير هذاك اللي ما قدش يجري قاعد قدامه يدور ويطير عليه كي حال بطحه انا ما بلاصتي الباب محلول نشوف واش راه يدير ولا يشوف فيه يقول بسم الله الله اكبر هذا ذبحناه ربي وذبحناه هنا وي قولوا لنا في قلبي ما قدش نهضر وي ذبح لي طحين الطيقة خرارة شابة عندك ما تقربش قعد ما قدش نهضر قعد غير يقول لي قارع حميد وقال لي يا حميد قارع نذبحه ونجي عندك هو زعما الاولى وما تذبح ذبحه ذبحها صاحبي يا وكي قلبي ذبح معاها كي ذبحها جا عندي قال لي واه شنو بغيت تقول لي قلت ما قدش نهضر قلت لها في الوجه ما قدش نهضر غلغلني يا خويا انا هما لا توصيك 24 ردها لي 30 اخويا ديك تاع ابراهيم ما تذبحها هذوك تاع 30 ميل طلع طلع الفوق وقعد قوق 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 قلت له راهي حاكمة تاك الكلب لك كلبة ديك وتخدم خدمة الكلاب اسم الله ها وبعد فينا خويا ولاو يجو خالتي قبضت البندير علي تاع موالفة بالزاويات وكما صدروا عليا الطباخير راه جوني بالطباخير اردوك 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 قعدت نقول يا ربي لا هذا اجلي ديني ما زيدش خليني نتمرمط مع امون واش معناه ولا انا مازال طابون يا ربي وقفني علاش انا نقعد هكا غادي نخلص مع هذا هو يعني ديني من الله انا هذه خالتي انا كنت ضيف عندها قلت لها قبل مين قالت لي والله ما على بالنا خاف ابويا ما صلوش قالت لي اخي مين قالت احنا صلوا واقفين قلت لها هي روحوا له روحوا لفرنسا روحوا روحوا صلوا تما قبل كان عندنا هذه كان عيد يا حسره كي كانت تهز الختامه صاحبتك كبت قال لك ربي كتب التعبين كنا ندوخوا كنا بصحينا انا نقول لخوتي والله العظيم تزعف روحك انت اللي تجيبها في روحك متالي يا اخويا كنت عند وحده الطبيب كي جابني النكرد وشاف لها طونسور طالعه 25 24 تاع القلب 12 قال لي ما مورك ميت قلت له والله والطبة كاين طبة اللي نخلعو انا لا طونسور وانا الحمد لله انا اللي انا كي قال لي الطبيب لا طونسور طالعه طحت ما كتلتنيش لا طونسور فقالها لي هو يا كل ما يقولها لك يقعد غير في السطره يخدم بالك تسلك على بالكم هراوينا خويا منا دار اوبيراسيون كونفونسيون مع السبيطار مع الشركه اللي يخدم فيها هذاك كي دخل للسبيطار الطبيب يعطوه 800 على الاوبيراسيون كي يخدمها لواحد من الشركه تاعهم سوسيالي
يا انا جامي شطلع جامي في حياتي شت طبيب يكمي في عند المريض يكمي ما شتهاش انا هذيك غير هو يكمي يقعد يشتكي يقول لي احنا بالك لا غلطنا ماشي تم ما ملحدوكش من ديك البلاصه غلطنا الغدوة عاودوا حلوا بلاصه واحده اخرى تحسب هذه حيه وتاس يا خوتي انا شت غير نفرح هذا حوسي اخويا وحبيبي وهند قديم في التياتر كي نقولوا دروك راه بعد أيات العليا تحياتنا الله جديدين موت عليكم ابن عمي هو صح لا لا يا اخي يا حق الزوف تقول عايروني يقول لك ما لا انا نبغي انا كنت اجديدي انا عارف الله جديدي ترى منيرفي هو قال يقول الله جديدي انا عامل الزوف انا عامل حيا حيا مجهده يا اخويا الله يحفظكم والله يستركم وجميع اللي ساهم يا ربي كون يقلع حجره من الطريق والله العظيم اعماله بالنيات وربي على بالها شكاية في قلوبنا ثم غير احنا رانا نهضروا وهذيك تعباش واحد مريض يا جماعه ما تهونش على واحد مريض روح ركب عليه ما تعطيه والو غير يوقف عليك الدنيا وما فيها وقال لك ربي راه عند المريض كي يجي انت تركب عليه ما تعطيه انا اللي جاوا يركبوا عليا قعدت ريش قويه والله العظيم غير لي عشان كنت نروح عند واحد مريض نقعد نضحك معاه ونزعق اما هذه خويا ما تلقى غير اللي كنت لاين فيه غير واحد جاب لي كاروسه كاروخه شراها من السوق جراره طيحه طايره تاع معوقين قال لي هذه باش تجمع فيها قلت له اخويا راني بقدوك قال لي ريح فيها حميدو قال لي نبغيك تطيح حدايا اونبان تعمر كريس جراره ما جابهاليش نيشان انا صاحبي والله اللي يبغيها ربي يديه واقف ماذا بيكم ما تقولش هذه موت الفش اسيفري اش غادي نقولوا بصح يا اخويا الناس بيقول لك ليله فراش وليله معاش هذه هي ما تقعد تدم انا وليت تدخلوا عندي ما نقاش نقول نقعد غير نبكي غير كحله بكحله خدمت حاجه زينه مكحش ما وقفوش انا خدمت باش انا طبيب داري عندها طبيب شاف قال لي انا ولدي قال لي على الزعاف روحو قلت له الله غالب الزعاف فيها قال لي انا درك قبل ما جات تفوت لك قال لي اني ضارب زوج دوزات قلت له اش دوزات قال لي هارك عارف وكي تاوني عند الراديو شا قال لي قال لي الراديو لامبوله تهود لي معكرش صرتها بلا من عندك ربي وفوت ديك لامبوله وقعدت شحال هو يفوت لي في كرشي شكاين بلابوني شفتيني شكاين في كرشي ومن بعد قال لي ما لقينا والو قال لي بصح مازال وحده اخرى قلت لها تعاود تدورني كيما هادي قال لي انت لا كنصبر قلت لها كيش قال لي تيوفي ما عادش نضحك تيوفي اودي غير سكتو صاي قلت لها دوك كنت تعاود ديرها لي قال لي لا قعدت ساكت قلت لها كيش قعدت ساكت ما بقاش نهضر قلت لها واعره قال لي شويه قلت لها كيش قال لي كنت تعاود ديرها لي من فمي قال لي لا قال لي يا قال لي قلت لها لا اخويا اخويا غير الضربه اللي ما ديرهاش مانيش نقاد يا اخويا علاه دكتور ترقصوا فينا كاع هكا كان معاكم حميد الحلو دعوا لنا ودعوا لخويا انا دعوا لي بالشفاء هو دعوا له بال كيما نقولوا حنا نقولوا قفص ذهبي قفص ذهبي كان دخلت هنا قفص تاع زنك واه انا دخلت في حياتي مشوك اخويا يا خويا انا الصباح خارج من بلاصتي لقيت مول الجاج قال لي 3 ملايين قلت ما خلصتش خويا خويا عطيتها راسك ربيها قال لي لا قال لي لا المهم شنو غادي نقول خويا ملي تزيد انت تتعذب غير ما ترى انا نقول لك نيشان ما نكذب على خويا نقول لك الله يسكن لك الايام ما نكذبش على ولد عمي ايام يا ربي كون عندك جبد عذرهم تاكل بالنسيب وتتمرمد مثال بلاد ما نعايرش كيما راهم هنا وكل عديان راهم بزاف ويا خويا اه والله العظيم هاد البلاد يا جماعه اقسم لكم بالله العظيم ما هذه ماشي تا ما كذا ما كذا انا كي خرج الحراك رحت درت كفنان رفدت ورقه وستيلو ورحت بغيت نكتب سبيكتاك شو لا يكون مقتطفات الشعب الشعب شنو راه يقول كي رحت ذاك الحراك يا خويا لا حول ولا قوه الا بالله اي رفدوا على مجري رفدوا على مجري ما على بالاش كاين رحت رفدوا ورقه وستيلو كتبت واحد والله يا جماعه لابس ناري اللي دير 3 ملايين لاكوس دير 7 ملايين الكاسكيطه مليون التليفون 14 مليون الساعه 5 ملايين في ستينا ولا فات بلاكا سلميه سلميه على بالك دختو ايش خاصه قلت والله شخصي هو اللي قلت باي شخصي معليش قال لي تفضل تفضل اخي قلت ودي زعما انت اش خصك قال لي الحمد لله انت زعما ما زعما عندك كل شيء
قال لي لا الحمد لله. وقعد يتمشى تسمع في شيء يقول سلمية سلمية وشد النمير عليا. اي عرفت على بوتفليقة راح بعبايا تم شنو كاش وزير دي باساسون بعبايا. وريولي كرهها كرهها اخويا كرهها اخويا كره مقواها اخويا كوخي خليتوها اخويا على ما تخلوش عليها شد انا غادي نجيكم مدالي. وي يقول لك تاني تلقى واحد مثقف اللي يلبس زعما الكلاسيك يبان بلي مثقف. ايوا رحت هذا الحراك لقيت واحد لابس كلاسيكا ويصفق مع سحاق ارقابو. اي وقفت حداه ودوخو دوخو يصفق قلت له باقي سقسي قال لي ساعه صبروا عليا دقيقه. قلت له انا راني مقلق قلت له عندي مشي غير انت قلت له باش نروح من هنا. قال لي لا 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 قلت له خليني ساعه قلت له باقي سقسي الحراك قلت لك راه يبان لك اذا شارك الطلبات تاعكم شايله. قال لي لا انا نبغي لومبيونس. قلت له الله ينحرق الراس تاع والديك. اي والله يا شوف اللي تلقى يدير في الخدمه الشينه في ذاك العراق كيف نقول لكم اخويا لا حول ولا قوه يا حتى واحد ما رايت مني يكون في بلاصته من تالي. والله زعما شوفوا رانا ناكل ورانا نشربوا من تالي ما كاش انت دروك غادي. انا واحد من الناس انا قلت لما قلت انا وين زدت انا زدت في السبيطار تاع الدوله شحال خلص قلت لها ابويا قالت لي 10000 واقسم بالله لا هرب. قلت لي ما هرب ما بغاش يخلص ديبيل دروك خويا راه يزيد ب 10 7 في الكلينيك روح شري هديلات روح شري واحد شري واحد اخويا يقام لك سمت وكريف كيفاش دايرات وبعدا يخرج لك تقول له شريني يقول لك ما ينعد صارف عليك دم فادي ما تروح تشري يا سيدي الله انا واحد من الناس هذا يا الكاوري يا ولد زوج ما يزيدش بورتو يجيب لا مارك شابه عينيهم خضرين شعرهم اصفر لا راس شابه ما نكذبوش على روحنا يجيب زوج ما يكثرش على روحه الصحاقي يكبرهم يقريهم يزوجهم يخرجهم يولي عايش هو ومرته في دار تاع قرموط تقول لك ما تزوجش. الغلبان اللي تقتل روحه عندنا. اخويا اخويا يولد 12 يقول لك غلطه الله يلعن. اخويا ها 12 كاع غلطه ما كاع خمسه ما سبعه انا جدتي ولدت 14 ما فيهمش واحد شباب. قلت لها ماش اكو تديري قالت لي لا ما كانش عندنا فيسبوك بكري هاو شوف شكون يكون يكتوس غلبه والله يا جماعه كون ما عييت بس عنزيد شويه ونحبس الا انا غادي غير ما تبان الميكرو والله بروكيري شنو تقول ربي تقول لك نضحك بالناس مصطفى يا ربي تخبرنا يا ربي والله فكنا الاولى بروكيرير ماله وما يعطوني واحد الكاشي راه ينسى يعني غايب لا ننسى غادي نصفها قول ما نمشي كوميديا فاه لو تاع بروكيرير واعر راك عليها الصوت خويا من عوج الارجو تاع جدار ميرهم معانا غير ما شفتوهمش. نكمل لكم على الاولى فاش كنت عاود دخلت لهاد 14 اللي عقل عليها عقل 14 خويا ما عندكش صحه تاع 14 والله كون عرف تجيب 14 تقول طاقك دروك ندير لك بحل والله قرر وما عندك ما تديش حتى قرني كون جيت وانا الناس نخرج منك النقله يا خويا فرطاس يا خويا 14 يا جي 12 تخرج برتك اللي قارو نقطه نعرف خويا ما كان حاله حوجي ما نعرفكش. هذا السيد راه يهضر كان معايا بني عمي ما نكذبش كان رافد وحد ما يخبروش ولا ما كان يهضر دوكا خوتنا رافد وحد البارة تاع زطنا هاك دايرة والله 100000 هذاك وين جايبها وطاحت له قال لي ما نرجع كاع وين طاحت قلت له حوس حوس في اللوطو قال لي لحستها اللوطو مكاش قلت له يا خويا لوطوتك وتعرف القنوطة اللي فيها انا خاطيني غادي نركب قال لي صح ركبنا قال لي بالك طاحت اللي فيه وهرب في الطريق قلت له صح عند البيبينيير حبسونا البياري سيري ايوا سيرينا السلام عليكم سلام والله العظيم ما كاش اللي يهضر معاه ولا اللي هو حل الباب جبد الطرش هاك دايره من هاي صوتو منها ومن هاي ضو بها شوف الدوله كي واقفين يضوي عليك ويصوتك وما تغيب بها ما يحوش على حاجه واحده اخرى غير بها يضرب ايوا هو دارها تحت تحت كرعينا احنا والله ما هودنا رسالنا معاك عندنا شوفوا بار بليز تنطق قالنا هذا شتاه انا نشوف الفوق قلت له مشي زطلع قالت واه لقيتوها قلت له والله يا شيخ لا وهرك لبناها عليها ومن يبغوكم هاد الصوالح طاحوا فيكم قلت له والله غير ديها من زهرك ديها صايب قال لي غادي تروحوا كاع معاها
اخويا خو مصاي يبكي قال لي نخدم على الدار بدا نخدم على كلاب تاعك قال لي بصح ما تقولهمش تاعي انت شنو نقول تاعي قال لي نقول تاعنا تاعنا تمرعوا جامعة اسرار الله ما هو وحدك قال لي لا ما فيهاش اسرار قلت له بصح فيها صونديلي يعطوك الحبس بلا حساب قاعد تشوف قلت له الشيف والله الناس العبونينا كمي منها وشوف لا ما عجباتكش باصينا ضرب جبت الاولى قلنا روحوا ما تدوروش مراكم والله الله يحفظها الدنيا روحوا ولوا واحد عندك كي يمرض تضيق عليه يقول لي شوف الاولى ينز ربي من بعد ربي يقول يقرا قران من بعد يطيحوا عليك هذوك اللي الجهل ديرك شي يقول لك زرت سيدي فلان اودي يقول لها على ربي يقول لك اودي تما غادي تريح داوني لواحد البلاصه يا عند الباب انتوما نمامو المريض جماعه بيناتنا المريض جيبها مريض ولا يمرض لك تم مكاش من هادي هما يجيبوهم الصحاح كي وصلوا تما كيطيحوا هاي هاي تما قلت ديفوراه فهنا في الوالي يا يعني انا نشوروا كان معاكم والله كم شي قلبي راه يخبط نعاود نكمل خوتي ونريحوا ودعوا لنا ربي والسلام عليكم وشكرا سمحوا لي طونا تفيق حار على مولاي السلطان والكاسكيطه كيما داروا تحياتنا صف الضباط اميدو قول لهم كلمه ليبو شنو نقول خوتي الله يصفي قلوب الله يصفي قلوب الله يصفي قلوب هذا مكان هذا اللي نقول لكم غير قلوب ربي يصفيهم ما تنجمش تعرف تقول هذا هو السبيكتاك التالي ولا هذا الاول ولا الله يصفينا غير قلوب ما يطول في عمرك الله يشافيك امين يا ربي امين والسلام عليكم تقول خير